يا أخي صحيح نجم نعمل مصالحة في الفساد المالي عن طريق هيئة الحقيقة والكرامة؟ أي التحكيم والمصالحة هي آلية توفرها العدالة الانتقالية باش نعالجوا ملفات الفساد المالي والإداري بطريقة شفافة وعادلة وسريعة. شكون ينجم يقدم مطلب؟ اللي ارتكب انتهاك فساد مالي ولا موظف إداري سهل عملية الفساد ولا زاد كل مرتكب انتهاك لحقوق إنسان ينجم يستفيد من المصالحة عن طريق هيئة الحقيقة والكرامة. والهيئة تقبل المطالب الكل؟ فما شروط، منها أنه طالب التحكيم اللي قام بالفساد قبل يقر باللي عمله ويقول كيفاش صار الفساد وقديش استفاد من فلوس، ولازم زادة يقدم اعتذار صريح. باهي، ومن بعد؟ إذا الطرف المقابل اللي نجم يكون الدولة قبل التحكيم، نعملوا اتفاقية أولية ونبدأ في التفاوض، وكيف يتفقوا الأطراف نصدروا قرار تحكيمي نهائي اللي يتسجل في المحكمة وتتصب الفلوس في صندوق الكرامة، وجميع القضايا اللي متعلقة بطالب التحكيم في المحاكم يتوقف النظر فيها نهائيا. الباب مازال مفتوح لكل رجل أعمال ولا موظف متورط في قضية فساد باش يجي للهيئة ويقدم طلب في التحكيم والمصالحة، والهيئة نجم تبت فيه في ظرف 6 أشهر بكل شفافية، وهكاكا تتسوى وضعيته بكل شفافية ونحقوا المصالحة الوطنية على قاعدة صحيحة من غير تشفي ولا انتقام. هيئة الحقيقة والكرامة لينا لأولادنا ولبلادنا.